اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بساطه سهوله مرونه، بنهديها للاطفال الحلوين اللي بيتابعونا وكمان عشاق البيتزا. اسئله كتير بتيجي على السوشيال ميديا، البيتزا بتنشف مننا، البيتزا بتبقى طريه مش زي بتاعه بره، البيتزا لما اجي اسخنها بتبقى مجلده. تعالوا مع بعض نشوف ازاي اسرار عمل عجينه البيتزا ونعمل التوبنج بتاعنا النهارده. فراخ، هل نحط الفراخ مستويه ولا نيه على حشوه البيتزا؟ هنجاوب على السؤال ده عملي مع بعض ان شاء الله. معانا كمان مجانج النهارده هنعملها مقليه بدبس الرمان، هتعجبكم برضو والاولاد بيحبوا ياكلوها بره سندوتشات، احنا هنعملها النهارده بشكل جديد وبطعم تاني. معانا سلطه لطيفه جميله اولادنا بيحبوا ياكلوها بره في المطاعم اللي فاست فود، ولكن انا هعملها النهارده بشكل جديد وتضمني الفليفر بتاعها اللي هي الفاصوليا الحمراء داكنه اللون، قيمتها الغذائيه عاليه جدا والبروتين اللي موجود فيها بروتين مفيد جدا. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتير في الحلقه بتاعتي، وفي بساطه، في سهوله، في مرونه بتكلفه قليله جدا، ولكن لازم نعمل اكل يرضى اولادنا الصغيرين والكبار قبل الصغار والصغار قبل الكبار. طبق السلطه بتاعي اللي هعمله دلوقتي سلطه بتناسب الطبق بتاعي، ناكل بيتزا، بناكل فراخ في بعض المطاعم المشهوره، بنلاقي في ثلاجه السلطه انواع من السلطه كتير، منها سلطه الفاصوليا الحمراء. مقاديرها على الشاشه، نشوف المقادير بتاعتها بسيطه وسهله. فاصوليا حمراء زي ما هي، وبصل جوانح، ومعانا طبعا شويه بقدونس حلوين زي الفل، وتوم طازه، وشويه فلفل هنقطعهم جوليان ناعمين على الفاصوليا بتاعتنا، وما ننساش زيت الزيتون ده اساسي. مقادير بسيطة وسهلة والطعم بين ايدينا. حلو قوي. حاضر هوريك الجبنة سايحة جوه بعد ما نخلص دلوقتي. حلو قوي. طب تعالوا مع بعض نعملها. اشتغل يا شباب؟ يلا. حلو قوي. باخد الفاصوليا الحلوة دي كده. واخد العود البقدونس الحلو ده كده اهو. واحط الفاصوليا كده. تمام. دي علب. اسلوقي فاصوليا حمراء يا مشاهد، قلت لك مش هتلحق. ما قلتليش ليه من امبارح يا شيف؟ هو ده الكلام. الطبيعي ان فاصوليا زي دي تتسلق، تنقعيها من بالليل، وتاني يوم الصبح تصفيها من ميه النقيع، تحطيها في حله على النار بماء جديد حتى الغليان، وبعدين تهدي النار عليها كانك بتسلقي فول مدمس. حلو؟ انا جبت دلوقتي عودين نعناع حلوين مع البقدونس بتاعنا اللي كان في الفاصوليا، وهفرمهم بطرف السكينه كده على الفاصوليا بتاعتي. ورق البقدونس مع ورق النعناع اكيد هيكون فيه انسجام حلو قوي يودينا لمدرسه التبوله. حلو قوي. تمام. فص ثوم محترم بالشكل ده كده، بصلاية مفرومة ناعم. حلو قوي. عصير ليمون، زيت زيتون نوعية كويسة، وزيت الزيتون بيديها لمعة، خلي بالك فاكسري منه. معانا فلفل حلو اخضر منه واحمر اهو زي الفل. باخد الفلفل ده كده، اقطعه كريات صغيره بالشكل ده كده، بيدي طعم حلو، فيتامين سي موجود فيه، سكرياته برده كويسه، بناخد زي ما هو كده. حلو. معانا كمان فلفل حار لو انت حابه، مفيش مشكله. معانا فلفل حار، معانا اهو، وده اختياري، تسالي ولادك قبل ما تحطيه طبعا في السلطه، سواء بتعملي اي نوع من انواع السلطه دايما هتحطي فلفل حار. اسالي ضيوفك، اسالي جيرانك، حبايبك اللي هياكلوا معاكي، عشان يبقى الاكل على ذوقهم. حلو. كل ده مع بعض يا شيف هنقلبه زي الفل. السلطه دي جميله جدا. قلبناها مع الثوم مع
مع زيت الزيتون مع الفلفلة الحلوة دي غير بتاعت بره، دي انت اللي عاملاها بايدك. الماتيريال بتاعها ومكوناتها اللي ولادك بيحبوها، بيحبوا معاها ذرة حط ذرة، بيحبوا معاها خس كابوتشا حط خس كابوتشا، بيحبوا معاها فاصوليا خضرة مسلوقة حط فاصوليا خضرة مسلوقة. السلطة الحلوة دي عشان تاكليها على فكرة لازم تحطها في التلاجة ساعة زمن. بس شيف المغازة يعمل تركاية هنا دي حصريا معانا وبس. ايه هي؟ بالمعلقة كده أساتذة المصورين حبايبي، وهكبس كبسة كده. ايه الكبسة دي يا شيف؟ ايه اللي بتعمله ده؟ دي شقوة مطبخ اسمها. أنا باخد تقريبا 20-30 حبة بهرسهم كده، بيدوني الطعم والفليفر اللي جوه الفاصوليا. شفت الجو ده؟ شفت التركية دي كده؟ انا عايز دول بقى، هم دول اللي انا عايزهم، دول اللي بدور عليهم، ونقلب الفاصوليا بيهم كده. هو ده شقاوة مطبخ دي. هيفرق ايه الموضوع هنا؟ ده بيدوا شخصية. اللحم بتاع الفاصوليا وبطن الفاصوليا وقلب الفاصوليا انسجم مع حباية الفاصوليا فأصبح لها قوام ولها شكل. بالشكل اعملي بس التركية دي وانا قولي لي بعد كده هتشوفي ايه. هي مش حاجة يعني صعبة ولا حاجة. هناخد طبق زي ده كده ونغرف الطبق الفاصوليا بتاعنا، لأن الطبق ده لازم بمثابة لوحة فنية زي ما قلت دايما. تغرفي طبق سلطة، بتعملي طبق سلطة، إيه المشكلة لما أتعب عليه شوية في الغرف؟ هيعجب ولادي، هيعجب ضيوفي، وهيبقى حديث السفرة بالشكل ده كده. الله، ألف هنا وشفا للي ياكل. ما تنسيش التركية بتاعت هرس الفاصوليا أو إنك أنت تدوسي عليها بالشوكة أو بالمعلقة عشان تقلبيها كلها مع بعضيها وتبقى كلها نسيج واحد. طبق سلطة رهيب جميل بيتكلم مصر. إخواننا في المكسيك وحبايبنا في المكسيك من عشاق الطبق ده، خلي بالك، وياكلوه مع التاكو اللي هو عيش الذرة. السلطة كده زي الفل. قول لي عايز ايه يا غالي، انا معاك. عايز تشوف البيتزا اللي تشوف العجينه اللي جوه؟ حاضر عينيا. انت طبعا وقتك لسه بخلص، ولو الوقت خالص دلوقتي هتقول لي خلاص يا شيف الله عليك، فعايز تعذبني وانا معاك يا فاروق. وعايز تشوف الجبنه ساحت جوه ولا لا؟ اعمل ايه؟ قول لي واوريك الجبنه. طيب ما انا عايز اقطع لك حته اوريك الجبنه. عينيا. حاضر. خلينا نجيب سكينة حلوة كده. اللهم صل على النبي. أهي. بسم الله. ناخد كده أهو. سميك. سميك. ريك الجبنة. أهي. وظهرت. أهي 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 أهي. شو 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 هو ده أهو ده. دي التفاصيل اهي 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 تفاصيل اهي تاني اطلعها اهي جواها اسحبها لك كده اهو. حاضر اهو. شوفت جبنه اهي. اللهم صل على النبي. اهي جبنه سايحه جوه العجينه. هو عايز يشوف الجبنه ساحت ولا لسه؟ زي الفل. تاكلها وهي سخنه بألف انا وشفا. حلقتنا النهارده وتفاصيلها النهارده بسيطه وسهله. نقدر نقول في الماتيريال في متناول الجميع. مجانج عملناها بدبس الرمان، مدرسه المغازي، بيتزا محشيه جبنه الاطراف وبالدجاج، عرفنا التركية بتاعة تسوية الفراخ دي مهمة جدا على فكرة قبل ما احطها في الحشوة بتاعة البيتزا. عملنا سلطة جميلة ولادنا بيحبوها، بيحبوا ياكلوها بره، سلطة الفاصوليا الحمراء، ولكن حابب تعملها بايدك لاولادك هيكون لها طعم تاني ومذاق تاني. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. بساطة وسهولة. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.